أهلا بحضراتكم من جديد، ونبدأ بأهم النتائج في الأسبوع الماضي. تعالوا نشوف النتائج فيها إيه. كل يوم او كل حلقه مع حضراتكم بنجيب لكم احصائيه كل دوري على حده، ولكن لما قربنا كده من نهايه بعض الدوريات ورحنا للجزء الاخير من كل الدوريات، قررنا النهارده نعمل الاحصائيه بشكل مختلف شويه. جمعنا الخمس دوريات الكبرى مع بعض علشان عشاء المقارنات والارقام. تعالوا نستعرض مع بعض، والبدايه هتكون من ترتيب اكيد افضل الفرق. تعالوا نشوف مع بعض ترتيب الدوريات الخمسة. في المركز الأول كخمس دوريات نابولي 65 نقطة من 24 مباراة، مركز تاني باريس سان جيرمان من 60 نقطة من 24 لقاء، أرسنال مركز ثالث 60 نقطة من 25 لقاء، برشلونة مركز رابع 59 نقطة من 23 لقاء، والمركز الخامس مانشستر سيتي 55 نقطة من 25 لقاء. في أربع فرق من دول متصدرين الدوريات بتاعتهم. أقوى هجوم في الدوريات الخمسة الكبرى، بايرن ميونخ 64 هدف، مانشستر سيتي 64 هدف، باريس سان جيرمان 62، نابولي 58، أرسنال 56. معدل التهديف في ألمانيا عالي جدا. أقوى دفاع في الدوريات الخمسة الكبرى، برشلونة 8 أهداف، نيوكاسل 15 هدف، ونابولي 15 هدف طبعا استقبلته، ريال مدريد 18 هدف استقبلته، أتلتيكو مدريد 18 هدف استقبلته. أكثر الفرق تسديدا في الدوريات الخمسة الكبرى، مانشستر سيتي 419، بايرن ميونخ 418، أرسنال 401، ريال مدريد 400، نابولي 400. يعني بايرن ميونخ تسديد بتاعه في المركز الثاني وهو أعلى حد جاب أهداف، دي حاجة تدل على الفعالية الهجومية. أكتر فرق استحواذا على الكرة في الدوريات الخمسة الكبرى، مانشستر سيتي بكل تأكيد 65%، بايرن ميونخ 65%، برشلونة 64%، نابولي 61%، وباريس سان جيرمان 60%. طبعا الاستحواذ دي بتكون يعني بعض استراتيجيات أو تاكتكس للمدربين. هدافي الدوريات الخمسة الكبرى، هالاند في مكان لوحده أصلا، مانشستر سيتي 27 هدف، وأوسمان من نابولي 19 هدف، هاري كين توتنهام 18 هدف، كيليان امبابي باريس سان جيرمان 17 هدف، ليفاندوفسكي برشلونة 15 هدف.
أكتر اللاعبين صنع الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، كيفن دي بروين مانشستر سيتي 12 هدف، ميسي باريس سان جيرمان 12 هدف، نيمار باريس سان جيرمان 11 هدف، وكولوامواني من فرانكفورت 10 أهداف، وساكا أرسنال 9 أهداف. أكتر اللاعبين صنع الفرص في الدوريات الخمسة، كيفن دي بروين مانشستر سيتي 75 هدف، تريبي نيوكاسل 70 هدف، فرنانديز طبعا مانشستر يونايتد 68 هدف، فان دين بومن تولوز 63 صناعة الهدف، وهوفمان بروسيا مونشنجلاباخ 62 صناعة للفرص. أكثر اللاعبين تسديدا في الدوريات الخمسة الكبرى، هاري كين توتنهام 89، لاوتارو مارتينيز انتر ميلان 87، أوسيمين نابولي 87، امبابي باريس سان جيرمان 87، وليونيل ميسي 84.